صديقة للبرنامج بعت وبتقول لنا الفجر في بيتنا القديم كان غير أي فجر. الدفى والحنية كانوا ساكنين في كل حيطانه. كل شبر في البيت الصغير ده كان فيه سحر غريب، والسبب في ده كان جدتي الله يرحمها. جدتي كانت تصحى الصبح بدري، ميعادها كان مظبوط بالدقيقة أو الثانية على صلاة الفجر، كانت أدق من أي منبه، كانت طريقتها معروفة في حساب الوقت، كان إحساسها وبس. كانت تصلي وتقعد تسبح ولا أجدعها شيخ، وأنا كمان بصراحة كنت بسمع منها أدعية غريبة جدا. كانت بتقول كلام ارتجالي طلع من قلبها بجد، كانت بتتكلم مع ربنا، بتحكي له وتطلب منه وتفضفض له، تشكي له وتقول له يا رب. كانت بتتمنى الخير لكل الناس، وكانت تطلبه من ربنا بشكل مباشر بدون وسيط. كانت تقعدني جنبها قبل ما انزل وتفضل تلقيني بحب، حب كان ساكن عينيها الملونة، كان لونهم غريب، ولحد اللحظة دي أنا مش قادر أحدد لونهم كان إيه، لكن كانوا ملجأ لقلبي، البصة فيهم بالدنيا وما فيها. عيون كان فيها كلام كتير، كلام ما يتوصفش، لكن كنت تحس من نظراتها بالهدوء والأمان. عيون فيها حب الكون كله، ولا لما كانت تمشي كف إيديها بالراحة على ظهري وتقول كلام في سرها كأنها بترقيني من نفسي ومن العالمين، تديني كوباية اللبن الدافي غصب عني، وتسبقني قبل ما أخرج على الباب، وترمي على العتبة مية بملح. كانت تقرأ عليهم قرآن وتقول فتحنا باب البيت ببركة ربنا الكريم، يا رب صبحنا وربحنا وبين عبيدك ما تفضحنا، اليوم جديد والرزق واسع، ارزقها يا رب برزق واسع، وسدد خطاها وكرمها بكرمك الكريم، واعمي كل اللي بيبص ليها من البشر ويكون لئيم. الكلمتين دول كنت بسمعهم من يوم ولادتي لحد ما ماتت. خلوا كل جزء من حواسي مطمن هادي، مش شايل هم حاجة ولا فرق معايا أي حاجة، فرحانة من غير سبب، ماشية في طريقي بتوكل، الابتسامة عمرها ما فرقت وشي. أنا كنت عايشة لحد دلوقتي وأنا مطمنة بالكلمتين دول، وأتوقع أن من بعد ما ماتت محدش قال لي الكلام ده. أنا مفتقدة وجودها ودعائها، وحشني إحساس الطمأنينة اللي كان غايب عني بقاله سنين. جدتي كانت نبض البيت وروحه، طيبة وعلى سجايتها، النية الطيبة والرضا والسماحة عندها كانوا مليين البيت بركة. لا عمرها كانت تفسر معنى غلط ولا تأذي حد بكلام، كانت حنينة بلسانها قبل إيديها، كانت مخلية الحياة جنة. علشان كده يمكن كتير مننا متعلق بأيام زمان ومتشعلق فيها. كانت لما أنا كلنا حواليها بتفرح على فرحنا وتحزن برضو لحزننا، كانت عايشة عشان نحنا، عشان الناس، كانت عايزة تصلح الكون كله رغم مرضها وعجزها وشعرها اللي شاب. حركتها كانت بطيئة يمكن، لكن كان عندها نشاط يعدي شباب في العشرينات. الله يرحمك يا جدتي، واشوفك وقابلك في الجنة، لاني مشتاق قوي لحضنك بتاع زمان. تعالوا نسمع رسالة. ازيك يا محمد، اخبارك ايه؟ محمد انا في مشكلة عايز اقولها لك. مراتي غضبانة عن بيتها بقالها اسبوع عند اهلها، وانا بصراحة عايزك تتكلم وتفهم الستات ان الرجال قوامون على النساء، وان الراجل له سلطة على مراته وقوام عليها، والقرآن اللي بيقول كده مش انا، كله من النت والفيسبوك اللي خلاهم يبقوا كده. انا بقولها من عندك يا استاذ محمد، ان اعمل اللي انا عاوزه في بيتي، وهي تشوف اللي وراها والملتزمة بيه وتعمله. فهمها وقول لها معنى الآية دي. بص، هو من الواضح ان هفهمك انت مش هفهمها هي. كتير من الناس فاهمين معنى الآية دي غلط. الرجال قوامون على النساء، فاهمين الآية دي بشكل مش صحيح، وكمان بيطبقوها من منظور تاني بعيد عن الشرع والدين،
بعيد عن المفاهيم الصحيحة بيترجموها إن القوامة على النساء يعني الزعيق والتحكم والضرب والإهانة، وإن الست أقل درجة من الراجل، وإن الراجل يقدر يعمل اللي هو عايزه حتى لو كان غلط، أما الست لا، مهما عملت فهي مش زي الراجل حتى في التعب، وإن حق التعب والإشادة بالتعب بيكون للراجل بس، إنما الست لو تعبت أو اجتهدت أو نجحت ما ينفعش نهنيها على مجهودها، لأنها وفقا لمنظورهم هم شايفين إن الست درجة تانية ملهاش إلا بيتها والمطبخ والتربية والعيال، ومهما عملت هتفضل أقل مرتبة من الراجل. وفي الموضوع ده اتسأل الدكتور مبروك عطية فرد وقال إن القرآن ذكر إن الرجال قوامون على النساء، ما قالش الأزواج، ما قالش الأزواج قوامون على زوجاتهم، فأنتوا بقى تسيبوا كلام ربنا وكل واحد يقول لمراته أنا قوام عليكي؟ هقول له صح، أنت قوام عليها، بس أنت للأسف فاهم القوامة غلط، أنت برضو قوام على ست كبيرة، الست اللي ملهاش حد، جارتك الأرملة اللي في الشارع، وقوام على أمك لو أبوك كان متوفي أو مسافر. أنت راجل يعني قوام، قوام يعني إيه بقى؟ قوام على وزن فعال، ولو جبنا الماضي بتاعها هتبقى قامة، وده معناه إنه قام على خدمتها. قوام مش دليل أبداً على السلطة والنفوذ، واللي يفهم غير مراد ربنا يبقى حرام عليه. قوام مش دليل سلطة أبداً، ده دليل خدمة وتعاون. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، يعني أحسن واحد فيكم هو اللي خيره بيكون لأهل بيته. لو هدى الناس إيراد يهدي مراته 24، ده لو عايز ربنا يكرمك يعني وتخش الجنة. حقيقة يا جماعة الدكتور مبروك عطية كلامه فهمني حاجات كتير قوي ما كنتش واخد بالي منها، خلينا أفهم إن في حاجات لما بتتفهم غلط بتدمر الحياة، والمشكلة إنها بتتنقل من جيل لجيل لحد ما بنتعامل بيها في حياتنا كأنها واقع، واللي يجي يغير منه يقول عليه ده مجنون أو جاهل. وعلشان كده لما بنقول إن الزوج خادم لأهل بيته، ناس كتير بتردد بتقول إن ده نقص من قيمة الراجل، والحقيقة إن هو ده صلب الرجولة وقوامها، إنك تكون سند وظهر وحنين على أهل بيتك، وإن صوت تكة المفتاح وإنت راجع البيت يفرحهم ما يرعبهمش، يخليهم يتنططوا من الفرحة ما يدمعوش من الخوف، نفسيتهم تتحسن برجوعك وانت جاي وجايب معاك كل الخير، مش داخل تسرق منهم امانهم وفرحتهم وتعيشهم محبوسين من خوفهم. الست مش اقل درجه من الراجل، والراجل عليه واجبات تجاه مراته، يشبعها حنيه قبل الاكل، وامان قبل الفلوس، وحب قبل التحكم، يشاركها في الراي والقرار، وهيئ حياته لاسعاد اهل بيته، ويكونوا هم همه الاول، يفرحهم يجيب لهم كل اللي نفسهم فيه. والراجل مش بالصوت العالي ولا الزعيق، علشان كده مفروض عليك تضلل على أهل بيتك، تكون قد المسؤولية اللي ربنا وضعها فيك وسمها القوامة. وبكررها تاني، سيد الخلق قال إيه؟ خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. استنونا. بيحكي له بيقول لي واحد صاحبي اتصل بيا وقال لي تعالى عايزك في مشكله كبيره بيني وبين مراتي، وعايزك تتدخل يمكن تشوف حل للموضوع. وعلشان انا صديق العيله من زمان ويعتبر اخ ليهم رحت قعدت معاهم وسمعتهم هما الاثنين، لكن الحقيقه ان هي ما كانتش مشكله واحده، دي كانت مجموعه من المشاكل تراكمت من اعباء الحياه، لكن هي كانت مصممه على الطلاق وقالت إن هو ده الحل النهائي. خدتها على جنب علشان أحاول أهديها وشرحت لها كل حاجة، قلت لها جوزك بيحبك ما يتحملش فراقك على فكرة. ردت وقالت لي أنا عارفة وأنا كمان بحبه وعارفة إن ده غصب عنه، وأنا عمري ما هتطلق، أنا عملت كده بس من الضغوط اللي عليا، أنا بس بقول كده وخلاص. قلت لها طب ما خلاص ما تقولي له
وانا متاكد ان هو هيطير من الفرحه. قالت لي هقول له بكره، هسيبه النهارده علشان يحس بحجم الازمه اللي احنا عايشينها. تاني يوم الصبح لقيت تليفون صاحبي عمال يرن عليا، رديت لقيتها هي. قلت لها ايه الاخبار؟ بقيت سمنه على العسل طبعا. ردت وهي بتعيط وعماله تزعق وتقول انا جوزي مات. يا الله، مؤلم قوي احساس الفقد وانت جواك كلام متحاش وما قلتهوش. حبت ساعات هي اجلتهم علشان تقول انا بحبك ومش هسيبك، لكن يشاء ربنا انه يمشي من الدنيا خالص، يمشي وما تلحقش تقول له اي حاجه. هو احنا ليه بنخبي الحب؟ ليه بنخبي الحب والكلام الحلو اللي جوانا؟ ليه بنأجل الصلح وبنطول في الخصام؟ ليه مش بنطلع دعمنا للناس وهم جنبنا وعايشين؟ الحقيقة إن إحنا بخل قوي، المشاعر بتطلع مننا بتيلة رغم إن الطرف التاني ممكن يكون محتاج لها جدا، وكمان دايما بنظهر متأخر في الوقت الغلط، وللأسف ما بنتعلمش وبنفضل نأجل ونأجل ونأجل ونكتم جوانا لحد ما ننفجر، بعد ما يكون الانفجار ملوش داعي لأن الميعاد وقتها بيكون فات. حبوا الناس في حياتهم يا جماعة، اتكلموا عنهم وفرحوهم وهم عايشين، ارسموا لهم بسمة وثقة بالنفس، لونوا حياتهم وعرفوهم قد إيه أنتوا بتحبوهم وبتحترموهم، هيفرق معهم جدا والله، والخطوة هتبقى ميل. بلاش نتأخر عليهم علشان اللي بيروح ما بيرجعش تاني. ما تتأخروش يا جماعة، الدنيا مش مستاهلة على فكرة، ده نفس داخل ونفس خارج وفي لحظة ممكن ما تبقاش موجود. فملوش لازمة تخبي مشاعرك، ملوش لازمة انك تزعل من حد او تزعل حد منك، ملهاش لازمة الحسابات الدنيوية المعقدة. ما تشيلش هم حاجة وما تصعبهاش، ما تشيلش من حد وما تأجلش حاجة، طلع اللي جواك وما تقولش بكرة، لأن ممكن بكرة ما يكونش موجود أصلا. الحياة متفاوتة واللي فاضل مش كتير والله، فالحقوا نفسكم قبل فوات الأوان. خلصت القصة وخلصت الحلقة، أشوفكم على خير وإلى اللقاء.